كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك علينا جميعا يا رب. تعالوا بينا نبدأ فيلم الافتكاسة النهاردة اللي بيبدأ في تايوان اللي بتكون مشهورة بأكلات النودلز واللحوم الكتير. بعدها بننتقل لمبنى قديم بيكون فيه مجموعة من أفراد العصابة اللي بيتكلموا على شخص وبيشرحوا اللي عمله وبيتنمروا عليه وبيكون معهم شنطة فيها فلوس وجوازات سفر كتير. وبعد مدة من كلامهم بيجي واحد منهم وده اللي كانوا بيتكلموا عليه من شوية وبيلاحظوا على وشه انه تعبان فبيسألوه في ايه، لكن بيظهر شخص من وراه بيضربه بخنجر في صدره وده بيكون اسمه لونج. ونفس اللي حصل في الولد ده حصل مع باقي افراد العصابة وخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. بعدها اخد الشنطة اللي فيها الفلوس والجوازات وراح بيها الفندق اللي رئيسه بيكون مستنيه فيه. وبنعرف ان لونج بيقتل بكل برود ومن غير قلق او خوف او احساس بالذنب حتى، ومن صفاته كمان انه مش بيتكلم كتير وبيقدر يقتل مجموعة كبيرة من الناس باستخدام خنجر واحد بس. وبعد كمية القتل دي رئيسه بيديله مهمة تانية وهي انه يقتل رئيس الياكوزا في اليابان وهو طبعا وافق. بعدها نروح اليابان في ارض الياكوزا اللي بتكون مكان مهمته، وبعد ما وصل هناك نفذ مهمته على طول. لكن اللي ما كانش في الحسبان ان رئيس الياكوزا كان لابس بدلة عازلة للرصاص وده اللي خلاه نجي من الموت على ايد لونج. لكن من سوء حظ لونج انه اتمسك، وفي الوقت اللي كان هيتقتل لونج فيه ظهر واحد وقتل رئيس الياكوزا وده طبعا سبب قلق وخوف لكل اعضاء الياكوزا. واستغل لونج الفرصة دي وهرب بسرعة وده اللي خلاهم يدوروا عليه في كل مكان وبيطلبوا يلاقوه حي او ميت، لكن لونج قدر يهرب منهم بالرغم انه كان متصاب بطلقة في معدته. وبعد فترة كبيرة قدر يهرب نهائي وركب في عربية وبعد عنهم. وتاني يوم كان نايم لونج في مكان اللي بنعرف انه مستوطنه، لكن بيصحى لونج على صوت طفل اسمه جون وحس ان لونج محتاج ميه فراح فعلا ووصل له الميه وبعدها جاب له دواء ولبسه كمان. بعدها حاول لونج يكتشف المكان عشان يلاقي ادوات واطباق للطبخ وفعلا بيلاقي. وبعد فتره بيلاقي لونج خضار ولقى الطفل هناك وبدا لونج في الطبخ واستمتعوا سوا. ووقت ما كانوا بياكلوا اتفاجئ لونج بجون اللي اتكلم بلغه المانديان ودي لغه تايوانيه، فقال له جون انه هو امه من تايوان. وفي الوقت ده جت ام جون اللي بيكون اسمها ليلي اللي بنعرف انها كانت بتدور على جون عشان يجيب لها مخدر من الممنوعات، وعلشان جون صغير وبيحب امه جدا بيوافق يجيب لها. وبيروح لونج وبيشوف جون وهو بيشتري المخدر وبيروح بعدها ليلي اللي كانت قربت تاخد المخدر وبيشيله منها وبيحاول يفوقها غصب عنها وبيربطها عشان متقدرش تروح تجيب تاني ولا تشرب. وبالليل بيروح لونج يتمشى في المكان اللي قاعد فيه فبيلاقي تليفون بالصدفة في عربية مفتوحة، فبياخده وبيتصل بواحدة صاحبته فبيسألها على السفينة اللي هتروح تايوان امتى، فبتقوله انها يوم 30 في الشهر وبيقولها لونج انه محتاج فلوس لكن مش بتقدر تساعده لان مش بيبقى معاها. بعدها بيفكر لونج انه يسرق الفلوس وهو بيعمل اكل، لكن بيجيله راجل كبير وبيدوق اكله فبياخده بيته وبيخليه يعمل له اكل مقابل الفلوس عشان هو هيعزم صحابه على اكل كتير. وفعلا بيعمل لونج الاكل وبيعجب كل اصحاب الراجل الكبير وبيفكروا يعملوا لونج بيت كبير وكمان يدوله ادوات للطبخ وبيساعدوه في عمل عربية اكل وفعلا بيعملوها وبيخلوه يحطها في المعبد. ولحسن حظه في ناس كتير بتيجي تاكل من النودلز اللي بيعملها لونج وبتكون شهية قوي، وبيساعده في الطبخ جون اللي بعدها بنلاقيه بيأكل امه بعد ما عدى مدة وتحسنت حالتها وبترجع بالزمن وبتفتكر لما كانت شغالة شغل مش تمام قوي تبع الياكوزا وكانت على علاقة بسواق وبتحبه، وبتكتشف بعدين انها حامل وبتفرح. لكن رئيس الياكوزا بيعرف بده وده اللي بيخليه يقتل السواق وبياخد ليلي عشان تنزل الطفل، لكن ليلي بتختار تحافظ على الطفل وبتهرب منه. لكن مع الوقت فلوس ليلي بتخلص وبتتأخر عن دفع الإيجار وده اللي بيخلي صاحب البيت يطردها، فبتضطر ساعتها انها ترجع للشغل تاني. وفي يوم واحد من اللي بتكون معاهم بيحقنها بمخدر وبتدمنه، لكن مع الوقت بيبطل يجيب لها وده اللي بيخليها تروح بنفسها تشتري المخدر وده اللي بيخلي فلوسها ترجع تخلص. فبيمشوا من البيت وبتروح المكان اللي قاعدين فيه في المستوطنة، وبنرجع للونج اللي بتتحسن حالته المادية وبيقدر يجمع فلوس يشتري بيها هدوم، وأمله في إنه يرجع تايوان بيزيد كل يوم بسبب الفلوس اللي بيشيلها. وبعد فترة بيبدأ زباين لونج يكتروا وده اللي بيحمسه على الشغل هو وجون أكتر، وبيعملوا الجران مسرحية وبعدها بيتفقوا إنهم يطلعوا أجازة وبيدوا لجون كاميرا عشان يصور لحظات أجازته. لكن لونج بيبقى محتار يحضر الأجازة معهم أو يسافر لتايوان لأن بكرة هيكون 30 في الشهر، وإنه لو راح معهم هتخلص الفلوس اللي هو شالها للسفر، لكنه بيقرر يروح معهم الأجازة عشان يفرح جون. وبيبان إن التلاتة حسوا بفرحة والأول مرة جون بيحس بالأجواء العائلية دي، وبتودعه ليلي بعد ما بيوصلهم للبيت وبيمشي. وبعدها بيقدم لونج لجون في تدريبات البيسبول وبيكون فرحان بتقدمه في التدريب. وفي يوم ليلي وجون ولونج بيروح عشان يبدأوا في الشغل، لكن بتلاحظ ليلي الراجل اللي حقنها بالمخدر بيراقبهم فبتخاف على جون ولونج منه، فبتطلب منهم يروحوا وهي هتحصلهم بعد ما تجيب حاجة من البيت. وبترجع البيت لكن بتلاقي الراجل هناك وبيعرض عليها المخدر لكنها بترفض فبيضربها وبيحقنها بالمخدر مرة تانية. وبنكتشف ان الراجل ده تبع رئيس الياكوزا وعمل كده عشان ترجع للشغل تاني.
وبعد فترة بيجي الراجل ياكل من عند لونج، وبعدها بيتكلم في التليفون، وجون ولونج بيقلقوا على ليلي فبيقفلوا العربية وبيروحوا يشوفوها، لكن بيلاقوها انتحرت بسبب اللي حصل معاها، وبيتصدم لونج. ولما بيخرجوا بيلاقوا الراجل ده ورجالة الياكوزا كسروا العربية وضربوا الجيران لما حاولوا يدافعوا عن شغل لونج. فبيطلع لونج الخنجر اللي ما استخدموش من زمان، وبيقتلهم كلهم. وطبعا ده بيخلي الجيران يستغربوا لانه متعود على لونج الطباخ الشاطر الهادي، وعلشان كده بيقرر لونج انه يسافر على تايوان ويسيب جون مع الجيران. وبعد فترة بيعرض عليه الرئيس بتاعه مهمة جديدة، لكن بيتفاجئ لونج بالجيران وجون قدامه وبيطلب منه يرجع لهم تاني، فبيقرر لونج يسيب الشغل ده ويرفض المهمة ويرجع يعيش معهم في سعادة وبساطة تاني، وبيفرحوا بوجوده معاهم. وبنتعلم من الفيلم ده ان مش دايما المال والسلطة كل حاجة، اوقات كتيرة بيبقى وجودك وسط ناس بتحبك احسن بكتير من المال. وكمان بنتعلم ان الطريق الغلط دايما اخرته بتبقى غلط، حتى لو قررنا نرجع منه طالما وصلنا لاخره مش بيبقى عندنا فرصة نهرب منه تاني. وفي اخر فيلمنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك لو انت لسه ما اشتركتش عشان نكبر العيلة بتاعتنا، وما تنساش تعمل اشتراك في قناة فيلم الا ربع عشان تسمع ملخصات الافلام بصوتي. الفيلم ده كان بصوت احمد فاروق، اشوفكم الفيلم الجاي. Да, это, 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 это.